وما هي من مباراة، مباراة هامة بكل تأكيد. اذا وجيه يحطها، جول جول للمصري، يتقدم وجيه عبد العظيم في هذه اللحظات بهدف جميل للنادي المصري. وقبلة، يا سلام يا سلام على الوفاء لهذا الرجل، يا سلام على الوفاء لهذا الرجل، للراحل السيد متولي، يا سلام يا سلام. هذا الهدف يهدي لهذا الرجل، ودائما يعني بدون مزايدة لهذا الرجل الذي ضحى بالغالي والنفيس للنادي المصري. عمر طويل لرجل عمل سيد متولي رحمة الله عليه، من خلال هذه اللقطات ومن خلال ايضا خروج مدينة بورسعيد عن فكرة ابيها الى ايضا وداع هذا الرجل في جنازة كانت مهيبة.